دلوقتي جه ميعادنا مشاهدينا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها افتتاح 22 مسجد جديد. النهارده خطبه الجمعه هتكون بعنوان هدي النبي في بيان منزله الشهاده وشهداء. كمان النهارده فريق فلامبو البوروندي هيصل القاهره، وده استعدادا لمواجهه الزمالك في دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف هتفتتح 22 مسجد، منها 12 مسجد جديد و10 مساجد تم عمل الصيانة ليهم، وبكده يكون إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو اللي فات لحد دلوقتي 236 مسجد. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة الشهادة والشهداء، وهيتم نقلها على الهواء من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا. كمان النهاردة هيصل فريق فلامبو البوروندي إلى القاهرة استعداداً لمواجهة نادي الزمالك يوم الحد اللي جاي في إطار مباريات ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. وهيخوض فلامبو البوروندي مران استشفائي النهاردة على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب بالإسكندرية. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع المباراة الافتتاحية للجولة الثامنة من عمر المسابقة، هيلتقي أوساسونا مع فالنسيا الساعة 9 بالليل. بالنسبة للدوري الألماني، النهاردة هيكون فيه المباراة الافتتاحية للجولة التاسعة من عمر المسابقة، هيلتقي هوفنهايم مع فيردر بريمن الساعة 8:30 بالليل.